هذا النشاط أو هذه المسابقة ليست مجرد نشاط يندرج ضمن أيام الفن التشكيلي، وإنما هو مشروع متكامل تقوم به وزارة الثقافة موجه لشريحة الشباب. هو دوري هذا العام، هو الدورة الخامسة. كل عام يكون هناك خطوة إلى الأمام. مهمتنا الأخذ بيد الشباب الموهوب، خريجين كلية الفنون أو معهد الفنون التطبيقية. كم الأعمال الذي رأيناه يوحي ويؤكد بأننا نسير بالطريق الصحيح، بالطريق السليم. مسابقة فن البورتري نحت تدوير مادي، عندنا اختصاصين وتصوير ذاتي ونحت، فهي عبارة عن نشاط بأيام الفن التشكيلي تابع لوزارة الثقافة لجيل الشباب. طبعا مطروح الموضوع، نحن عنا 10 مشاركين بالنحت و9 بالتصوير، وهي فعالية فينا نقول يعني هي تجارب شابة لإعادة تدوير مواد موجودة تالفة وإعادتها وإحيائها لتطلع معنا بشيء له علاقة بالفن. حبيت خدم إدارة إعادة التدوير بهذا الشكل. وصفت في شخصية، يعني هو بورتري، فأنا وظفت هي الشخصية بهي اللوحة ودخلت فيها المعدن وخليته شخصية شوي كئيبة ورجال، يعني ملامح رجال رسمي. حاولت دخل هدول الأخضر عشان هو مو كئيب وعايش هذا الجو، فحاولت دخل الخضار علشان إنه في فسحة أمل ضمن هذا السواد اللي هو عايش فيه. في لي عدة تجارب، يعني بستخدم إنه المبدأ اللي أنا بمشي فيه بهي تجربة هو عبارة عن إنه هذا المبدأ هو المبدأ التقشف اللوني، تمام؟ فقدمت على هاي المسابقة وانقبلت، وكانت مدة بعتقد 5 أيام، تمام؟ اشتغلنا فيها على المواد الموجودة هون، فأنا يعني شكلت كل العمال، يعني كلهم قطع قطعة جمعتهم لحتى طلعوا بهذا الشكل. لوحتي بتحكي عن مراحل الموت، لأنه حسب اعتباراتي أنه الموت يأتي على مراحل وليس دفعة واحدة. الشخص بحياته بيتعرض لكثير نكسات، بمر بمرحلة بتشبه الموت، مثل الفقد أو الهجرة، مغادرة الوطن، مغادرة، ممكن فقدان الأولاد، مثل الاستشهاد. وبنفس الوقت هاي الدائرة اللي هي المشنقة هي بتعبر عن الولادة، بيضل الأمل موجود ورغم كل شيء بنمر فيه. البورتري اللي بمثلته بالعمل هو عبارة عن أيقونة معاصرة، بما أنه القوس يمثل الهالة القدسية، لكن ليس بمفهومها اللاهوتي إنما بمفهومها الاجتماعي أو السياسي أو ناتج عن أزمة الحرب اللي أثرت على كل مواطن أو مواطن في سوريا. فكانت هي الأيقونة المعاصرة المتمثلة بمواد من إعادة التدوير من البيئة. شاركت بالكرتون. هلأ أنا بصراحة يعني شفت معلومات مثلاً من اليوتيوب أو من البنترست، وشفت يعني حبيت أكتر شيء الكرتون بصراحة، وحبيت جربه أول تجربة هي لي، فاشتغل الكرتون. هو المسابقة عن بورتريه.